السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنت وعن ونكسن دعوانا يا شهودا نقد دعوانا يكسو دعوة دبرا مشكيني مرتي إيماد أو تدبعت كيبا هال مركب دعوتان درفيشك مدحبنا الستار تي في هذا هانو قلايين هودو كوكولان نهبين والبو إسلا سود سوق لسو ستيد في النمو طبعا برا مشكونا وبرا مشكين تنو سؤالا يدين قامة تدبعت والب سؤال بسؤال سؤال وسؤال شكحي سبدين تنو دين قامة بشدين دحكين شرني تدبعت والب هالكا سين كوين سين شرني بلدين كوابا إما يدعوة يالا تدبعت كني هالكا إيو سوقي مغالب دحكي سأنا دحكين دعوة عمر بن الخطاب مراني ولا حتى انا خلطنين ها عبد الناصر هاي ولا ذلك الكويتيني حد شكتا سحابي جو غوري اوري ان ان قريت ان تاريخ الجريده تاريخ الجريده سعد بن وقاص فاهم بن وقاص ها عبد الناصر هاي ذلك الكويتيني حد شكتا سحابي جو غوري قريت تاريخ الجريده سحابي جو غوري تاريخ دي وحوي ابو بكر ابو بكر ستاد ممتاز يا ممتاز ها والله اتمات قولوا لي ذاك اللي كيدين حشتا سحابي هو ابو هري اقرا تاريخ الشريده عمر بن الخطاب ها ممتاز ها اتمات ستاد انكو سو دوين ولا لو هرنتي برامج كمرتي ما كان بحثر في شكه ما حبنا ستاد تيف ما عيق بلو عبد الحكيم محمد ان شاء الله شكرا الحمد لله ما شاء الله ادي يا الله سؤال بك ويدين حد شكتا سحابي هو هري اقرا تاريخ الشريده يو شاشة يو هالكاس حافتي هالكاس كل فعلي سؤال سليم سؤال كلا يقول بدل كلا كوي ديني ديني حد الشجع سا سحابي يقول رياء قري أن تاريخ ذي تشري ده تشري ده ثورة المكرمي ها ويا عمل وقت ما سنت ولا أي ولا ما دام هو قصور دويني أو هرين سي هذه كم قاعد يقول بلابي محمد مختار عبد محمد كورن شو جا الحمد لله وان في عنا ويا واحد الشجع سا محمد أو سحابي يقول رياء قري تاريخ ذي تشري ده تاريخ ذي الشرية ده وأبو بكر أبو بكر ما هو ولا كم ساسة شعلة وقوس ودوينة ولا لو هرين أنت برام مش مرتي ما ذيك بحث الفيش كم ضحى بنان استرتي في مطر ما عاجو بلو يوسف اسمع له على حسين بركة والله لو أدي هذا الله نبعوين أدي هذا الله واحد إيش يجلس السحابي يقول ريا قري تاريخ ذي الشرية ده تاريخ ذي زوخ وأذ ما يلقى شيل بقى هاي حق أذ مسكر ريا حق حق نسك مو يعني ما قل بحقا ها هرين تي ولا برام مش مرتي ما ذيك بحث الفيش كم ضحى بنان استرتي في ما عاجو بلو soo dhaweeyay TV ga iyo baraha bulshada iyo inta ku xidhanba magacaygu Canaan Baashe kana mid ah dhalinyarada Soomaaliland ka warran walaal barnaamijkan Star TV dadku ku weydiinayo in su'aalaha maxaa laga faa'iidi karaa bas leedahay ma sha Allah walaal bandhig fiican buu leeyahay bal marnuu leeyahay intii ku xidhan way la socotaa marka waxaan leenahay gobol walba galab walba kaale qaata bal marnaa ugu talagalay Star TV soo dhawaadan leeyahay aad baan ma soo taaga ma hadlayna sanad go'lo qayb qaan si barnaamijka su'aal baa ku idin xidhi sheegaysa in saxaabiga ugu horeeyo qori taariikhda jirida حاجة أصحاب اسمه ناسين هذا قديس حاجة كوف يعنى ما نملاه نه مدي بدل كرت وين يا ولا لو هرين تي برامش كم تي ما ذاك بحات في شيء كم ده حابنا نستر تيف ما قاعد قبل ما كوره ما قاعد قوي يا سينا دي يا سو كوره يا سو شو ده قلنا شو هاي كرتي كده واحد إيش يجلس أصحاب يجوه رأي قبل أبي إن خورست التاريخ اللي تشري ده إن كستان حاجة دين تسكفين لكن هذا سكده خالد بالولد صحيح وين راي واحد إيش السؤال كله كويدين راح إيش كتاع صحاب يجوه رأي قرأ التاريخ اللي تشري ده صحاب يجوه رأي قرأ التاريخ اللي تشري ده والله نحطان غلطان ولا مبرير أم فلية أدون ماسن طاي. ما كوكو سودا ويني هذا لو هرين تي برام مش كمتي ما ذاك بحات الفيش كم هذا حبنا نستار تي في كوكو سودا ما قاعد يقبله. ما قاعد يقعد على دل دل بالي لا وح كلا بابا بهنا. إيه مو بهنا. ها. شو قاعد كورنا ذا؟ شو قاعد يجي؟ يا سيدي ما تكرمت شو قاعد يقول له نوع موسيقى كذا. إيه ما رح تقبل. أن صدح نوع موسيقى كذا. حالا عادية موسيقى كذا. وي وي واكمد. إيه. حالا نحن حاضرنا واكمد. وحبذنا ديدنا هنا وكمد لكن مركز الاسكوة ده درويش يعني علي يانو ما ركت ها وحين نقول يان بل حيس لا يمان يان سؤال بك ويدين أحد الشكت ها سدي أديكو حاس لي حاس كرلو جورسن كرا وحاول يرتاح أركض وح أدي أت
ba hawl yar xaweeyaan dee marka hore haddii aad xaaskii hore wax weydiiso oo aad ka dhigto santalad oo kale xaas dambeba guursan kartidii laakiin waxaa loo dhaqmaa uun nin reerihiisii dhaqanayo uunoo had iyo goraale anigu meyhi dadka dumarka wax badan oo baawar ah siiye meyhi sabab waxa weeyaan maalinba war cusub bay keenaysaa jowladii maalin horta marka hore waxaa lagaa soo gelaya guriga alaabta iga bedel maadare maadaamaad guursan si waynad ka bedeshaa waxa weeyaan horta ila reerka dhaalaada kana aniga leh ma waxaad leedahay ilaalush miyaanay qalad ahayn waxa weeyaan hawshii hore sawiyadu may soo qabanin dee hawl cusub baa la bilaabayaa waxa weeye waynay weliba iyadu taageertaa baan ka rabaa laakiin aan iyada laaluusho oo aan ka bedelo alaabooyin waxaasoo dhan isku soo dudbaxan kaa doonaynaa sababta adigoo xaas leed xaas kale u guursan karto waxa weeye dhowr noocbaa ay ku iman kartaa kow iyadoo islaantii hore ay kaa rawaxdo ay gabowdo madamadaiyadu waxa weeye howlgab bay noqotaa way ku guursan kartaa waa ta labaad way kugu filaan weyday taana waad u guursan kartaa oo wixii aad ka doonaysay oo dhan ama arrin ha noqoto ama howl ha noqoto ama kartideedaad saluugtay waad u guursan kartaa iyadoo kugu kululaato oo kabaa kaa kululaysa oo ku cibriida dejisana waad u guursan kartaa saddexda arrimood baa loo guursan karaa aad baad mahadsantaa adeer galab wanaagsan maqlana waa aad iyo aad iyo baan kuu salaamayaa su-aal kale kuweydiin waxaad sheegtaa sidee adiga oo xaasle aad xaas kale ku guursan kartaa waxaan guursan kara waa anigoo damaanad qaadi kara dhatoonio dee wallaahi dee iskama guursado ma garaasaa hadday dee tambuuqeeda iyo xaas kugu bato iyo qayladeeda xabad kale dee waad kaasan kartaa wax walba kaga fiican de hawdhe imisoo qabta baa la odhan karaa imika waa farxaas lama maane ya haddaad maadsantaaweydiinayaa waxaad ii sheegtaa sidee adigoo xaasle xaas kale aad u guursan kartaa waa ninka mise gabadha ilaahaybaa ninka u baneeyey baahiyaad ilaahaybaa u baneeyey wuxuu ilahay ugu baneeyey inadee baahiyaad iyo daruuriyaad jira ugu kataa diinteena inoo banaysay laakiin do dumarku diinta marka laga yimaado maxaas leedahay adu sababta kulli sababu way jiraan gabadho dhaxoo kaa xumaata iyadoo xanuunsata iyadoo dee ku kufeyn kari weyda laakiin waxaa fiican dee ninku hadday gabar keliya uu qabo iyadu u roonta inuu iyada iska haysto walaalan kugu soo dhaweynaya ugu horeynta barnaamijka adigoo mar kore magacaagu bilaabaya waa magacaagu abdixakiin cabdi maxamed yagala wanaagsan ba waan ku dhawey walaan ku dhawey su-aal baa kuweydiinaya waxaad ii sheegtaa sidee adigoo xaasli xaas kale loo guursan karaa xasri sidee adigoo xaasli xaas kale loo guursan karaa adigoo xaasle xaas kale guursan kartaa deeanu wax malay maa tadumaashidaa malaa yaan umalaynaya ayay dumashada marka sida ku guursan kartaa oo dumaa ku soo dhow ugu horeynta walaalo ee barnaamijka murti iyo maanta ka baxa telefishinka madaxa banaan star t v magacaaga goblow wadho waha walaalo magacaagina waxa weye shaadiya cabdisiyaad shaadiya galo wanaagsan galab lamida walaalo hor joogaa wallahi jawigi u degay su-aal baa kuidin shaadiya waxaad ii sheegtaa sidee adigoo xaasle xaaska lagu guursadaa ya sidee adigoo xaasle xaaska laad ku guursan kartaa doo shareecada eeg marka qofka kala guursato ed furtaadna gabar kala guursan kartaa okay su-aal kana kuidin waxaad ii sheegtaa sidee adigoo xaasle aad xaas kale ku guursan kartaa sidee adigoo xaasle xaas kale ku guursanaysaa dee dhibaato male xaaskaagunbaad waxaan ku dhihi doonaa kolle baa iyada laga maari maayo hadday marwadii koowaad tahay ya iyadaan waxaan ku dhihi la tashanayaa ya dokaa sababta de alxamdulilah ilaahay waxaan kuhi afartaasana loo baneeyay annaga afartana lagu baneeyey lasma haya laakiin sidee adigoo xaasle aad xaas kale ku guursan kartaa duruufta kula soo daristay maxay tahay dee haddii aad waxaan kuhi aad xaaskaa labaad iyo kaa saddexaad baad aad unusa idin guursato aad kafaala qaadi karaysid ee waxaan kuhi agabkooda iyo nolol maalmeedkooda iyo waxaan kuhi khaamtooda badde de waad guursanaysaa ha aadmaadsantaaaaamid lamida walaa sidee adigoo xaasle aad xaas kale ku guursan kartaa anigoo xaasle ilaahay baa baneeyey afar meena
أنا حاس لابد قاعد لا تم أنا اسمه بيسين هيني بدب بدب هبي منو تقول هايو عد كده سوسي سدى منكو قاعدين مكان 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 تاعي تم هاي وين سمع قارن لا هبريت تم الله سعد واحد من سنسو لما سقاك غف عيس سدى عادي كو حاس لا حاس كلكو كوسة قطع أنا حاس لا تبغى وعادي رجع في بلبنو كوسة I am a good person. والله مقع أيوة حوين عبد الحبيب هذا أخ مقع لنا عمل ها عمل قبيح عمل حلو قبيح والله حوين في الحلو اللي هسيبه شغبنان ها يعمل يعمل قبيح وعمل صني نروح المدينة طبيعة حنت وقدر ما استنا فيه سالفة كويتين حد يشكها سدادي قو حاسلات حاس قلك وقرص كرتها في مرك حاس كوري عن كافيان ميلدي قو يان كورس كرا سامس كورس كرا ها كورس دوين يا ابو هرنتي ولا لا ديما قاعد بلا بين ما قاعد يقول محي الدين عبد الرحمن علي وين كو دوين ولا شو والله الحمد لله كل دك انت سمع ها سؤال بك الدنيا حد شكتها سدادي وحاس لا حاس كلو كورسن كرتا هذيك وحاس لا حاس كلو كورسن كرتا تي وكل بسلا واحد كلام غير يعني طلبات قال حتى يا ورطي وغورين اذا نشيق له هذه يدور عليك نقطة كبعدي دانو قرزنا هذه كاتي تكورا هذه كدي دانو يشوشين لا قبل جسنا هذا ما سنتورا يا دام سؤال كلام كويدين حد يشجع سا سدادي قو حاصلة حاس كلك قرصن كرتا أنا قو حاصلة تحاسا يقو فلما تكلم عنك فلما يعني ما بقى هذا كلام هذا ما سنتورا قو هرين تبرم مش قادي قو ما قاعد قو بلا بيا أنا درو عن كده ما قاعد قو تاع فرح جيتي وكل شيء تقول دركين لي دركين لي ها ويا دي دركين لهم السلام من السؤال بكويدين حد يشجع تا إن أدي قو حاصلة سدابد حاس كلك قرصن كرتا أنا حاصلة حاصلة بد مقرصن كرتا سدابد كقرصن كرتا ولا قرصن يا حاصلة بد حاس كا هور هذا نقطة أهل عيش يا غاز أهل عيش شك ده وضيع شو مهي هاي أهل عيش قوة قفطة أفي عم بطن كهين دي هذا ما هاي كيسب سداد يقول حاس لا تحس كلكو قرصن كرتا هشي اسمه كرتا أيوة هذول هشي ها محد ولا اللي بخليه هشيس يا واحد سلك رنوم قاضي يلا من وش كرتا قاضي يلا بقى هو عين بيني كتير عندي رجع في البحر تلو بني إن الله بنا يلا اسكوا معايا الدين توب أنا سين لكن سيدابات كل قرصة كرتابي سؤال شو كله ده سؤال شو حي حن كده توابي يا نهشيسو نهشيسو إن ليش سحاس كذا أذ بن ما سنت قلب ولا أقسم أقول أنا ولا أقسم واحد وكل قصة دوين يا جوهرين تبرم مش كذا ما قاعد يقول بلا بيا ولا أدي أذ بن قلبه عبد الحكيم محمد رضي الله عنه شو كذا والله بش بش يبرا كل دقيقة نعم ويا واحد يشجع سا سيدادي هو حاس تد حاس كلك قرصة كرتا أنا حاس لا حاس كلك قرصة كرا تيارت يا بيت بني أفرا إلى أي نكون بنيل السماء الدين تأفر أبا نسرقة لكن سيدابتك قرصة كرتاي سؤال شكر نسا يعني سؤال ما دير في السير كرتاي أكو قاعد يسأشة سيدا أديكو حاس لي على حاس قالكو قرصة كرتاي معناه طلبات قاضي لين ها قاضي لها دير مركورة أرتا وقارن تن قرصة نيبة تن قرصة نيبة نقصيب الله قاضي لها دين أنا أفر حاس لي إن أنا أفر حاس نغنى أديك أدي تكورن دي دي مسيدي ما قالت ده في صاحب السكر لما كادوس الشكتين ان افر حاس كرسي نسو تي هو الرئيسين تام فارسونكي هذيك هذه تكورا تي سور جي حلاد برا يا تي بي رئيس سور جي حلاد اي قبل لا قادو اني اروس لي هذا قبل لا قادو وين يا غورين تي ادي ماغا اغو بلا بي اي والله هو كدو هي ماغا اغو حسن ما وعس حسن وكور تشوغا ولا ما شاء الله انا معلوم جرا حسن حد يشكتا سيدي ادي غو حاس لا حاس كلكو كرسن كرتا يو ده هرتا دقالك وحرنت هي موت ادقو تيورا بالله يا بنا دات كل اسكو كانت مركا وحن ملاين لاين ان حاصل ويدي سي تاس بينا لد ادو مليت بلا نكرا هايو ده تيورا وان ودي موت سلا ربانينا مركا بلت لواد مركا كيرو ادو ما صدا ادام دولا ادام ها سيدي ادقو حاس لا حاس كلكو غورسن كرتا والله تاسين waxay ku xiran tahay sidii aan uga dhaadhicin lahaa islaanteeda inaan cilado badan u sameeyo dhahaad walaal ha kama soo baxayst
marka hawlo badan aan ka soo baxayna ku fiicnayn ay oran lahaa xagga wad ka gaabisay marka wax loo baxay in bedelkeeda la helay الله دو دي لاه بتاع دي انت بنيه ما مر لانه كوبا لا ما طلبت قال لي مخيت يا رغوا فرحاس ما نور الله كما دحوا اول مره بقى سو بدي ما لي لكن ارمان كلا دحيا اي مشى ان لا دايو سي نظام يا بون لو مرو ايا في عن او لو حساب افر يوح كبدن با اسكو بنايين طلبت قال لي مخيت انا حن قاعد لا ددك افر فتا ما كنا قنا دنيك افر لون يا يا واخ كلا ما ندافين بور waddan kana amlaanaarta ma taal wax shaqaal leeyna ma taal roonaanti marka afal ma xabid kaliya ayu xajin kaliinba soo bla amal kugu soo dhaweynay ugu horeyn si aad eraad iga magacaaga ku bilaabay magacayga maxamed roobla ahmed bulwale hor joogaa ko tiyaa walaal hor joogaa joogaa waad u fiican yahay kala degantay yaa walaal wad kala degantay sida aad iga haaslaad eraad haas kala gursan kartaa oo waxa weeyaan anigu haasle waxaan haaslabaad u gursan karaa hadda waxa weeyaan haas kalabaad intaana ino bal isma kanas ya ki hore adiga oo inta yaatirin deemid labaad ma gursan kartaa marka hadaa adoon ki horeba aan dayactirin aad mid labaad gursato taa wala sumalla hayde dayac meel kanas marka waa xagga jeerba jeerba ku xulantaa adu talabad qalin maxay tahay ma hadii aad talabada gursan laha deemid gaano waxa ma lahayn laba labadana ilaahay buu aftaraa wala shaqeeyaa ya mid saddexaadna ku kartid ma lahayn laba ha aad ma sidaa ku idin hadii sheegisa sidee baad igoo haaslaad haaska lagu gursan kartaa anigu way dhameystiray baa haaskiga afar afar toban afar baqaaba talabadii horeysad qaaday maxay ahayd marka talabad gursanaysay aan boon bandayno afar toban soo geliyono afar toban soo xir geliyono baadheeyo ha hal mar baad soo xir gelisay misa mar mar baad soo may mar mar ha marka si kaga yeleen si ka way iyaga ana soo gelisay soo dhaweynay ugu horeyntii barnaamijka murtii maadiga baxay fiishka madaxa banaan startiif magacaygu bilow magacaygu waa Cabdisalaam Xal Usmaan gabi ayayna ku magac dheer ama sallo wallahi alxamdulillah sidaad igu haaslaad haas kale ku gursan kartaa kolaydi qofka haas kale waxa ku kalif kara dhowr sababood baday ima gabadhu ay xun tahay oo de gabadhaadu iyo baahiyadkaadu ka guursatay aad ka laadahay hoos soo qaadimka gabadhii oo in soo dhaweyn qurux badan aad ka laadahay in gabadhaadu iyo de marka aad guriga timaad aad ku nisan kareen guriga aad ku nisan kareen de marka aad ku nisan sameysan sama ma taas ka yeeto ay anta smo kusoo koobi laanu arintu kugu soo dhaweynay walaal barnaamijka murtiye madaka baxa tarfiisha ka madaxa banaan star tv marka magacaagu bilow magacaaga Janagala dhaani oo aanu ku dhaweyn Janagala ha hadal magac laga miskiin ma aha su'aal ma ku idin hadii sheegtaa adigoo socdaalay ay wax ka soo horbaxay laba wado labada wado mid waxay tagaysaa tuulo dadka ku nool oo dhan ay been sheegaan ta kale waxay tagaysaa tuulo dadka ku nool oo dhan ay run sheegaan in wax malee aad ku garatid calaamada hal qof ba ka hor imanaya qofka waxaad weydiinaysaa hal su'aal waxaad weydiin lahayd hal su'aal ma weydiinayaa de wax weydiin lahaa de kullu iska cad waxa weydiinay garaysa qof walba wax weydiin lahaa oo walaal aniga soo dhibin qofka de taagaysan inuu sheego ha
هل سؤال مرة وراهن؟ هدي شيء وايد نصيب كاسن كوكان عشان أنا يا. كوكو سودا وين أول غهرين تي برمش كمطية ماذا كبا حد رفيش كمذا حبنا نستر تي في مركورة مقاعد بلو. مقاعد وإسماعيل علي نستر تي في نو السلام يا. أنا قلنا كم هذا علم نصنع ولا قب قنص برمش كسؤال بكون يدين هالحرالة. إن واتس على شيء. تبت لبا ودك هريمتي. من واحد تجي ستولد تتكون نور أدم أيروش شجعان من واحد تجي ستولد تتكون نور أدم أيبن شجعان وحنا ربطين الدوقات روح على مدن ملأ هل قف بكاهر من أيه قف كلك كل انتيد هل سؤال بدو يدين كرتين من الواد ما يدين كرتين سؤال شد ويدين إن حيت هاي سؤال شام كنا أيه قام بعصنت هاي كوكو سرد وين أو بحرين تولا لا دي قوم قاعد يقول بلا بي برامش كمرتي ما ذيك بحد اللي فيش كم ده حبنا نستر تي في والله ما قاعد يقول أنا حسن عبدي وأنا كده وهاي أذي أدب مهد سنتي وكاكم هاد علني ولا صديق لغي قال سيد برامشكا مرة واد مرسد حد وكم هاد علني سؤال بكو دين حد شكتها واد سعود عشان تبي تقول لبا وضعك صور بحي لبا ده وضع مدوح يتجي ستولو تتك كون ولا رنا يبين شيء كان تكلم واحد يتجي ستولو تتك كون ولا رنا يروح شيء كان واحد ربتين دوجاتو واحد على مدى وضعك اللي جرت لنا ملأ قف بكاهر من يعمل لك كل مساء قف كهل سؤال بدو يدين كتا ما حد يدين لهي سؤال شو يدين لها تبي حم يدين لها ون تولو درون تلاقي رق مال كلورم مرة كلام مرة هدو قف كسي قرن بواي كورا هدو قرن بواي تبي واحد حنكو كارا قرن لها ماله وح على ما تقول لك وح على ما لوك على قرتنا ماله تبي ماله وش ندي على أبتي هو سو دويني وهرنتي ولا لا ديكم مقعد قبل أبيا ولا نجم السلام ولا أنا مقعد كل دواه في عين والله سؤال من نجم كويتيني واحد يشكتها واتس على شيء تبي تطلبه وتك على صور بحي لا بد وضيم دواح تيجي ستولو أنت تكون نور لنا يبين شجعان تكلم واحد تيجي ستولو تكون نور لنا يروح شجعان واحد ربتين تكلوا قاتو وح على مدى ملحة قف بالله كل مساء هل سؤال بدو يدي في التقفك سؤال شو يدي لنا حيت هاي واحد هاي ما كرني ورا محمد يدي سلفي وكو كسر دويني ولا لو جهرين تي برامش كمرتي يه مدى ديكم الكل ما قاعد يقول بلاوي وندبى ولا لو هاي عبد الله محمد يبي شو كفر شو بدو خروفو بورا يا سؤال بكو يدني حد شكتها واتس على هالشيء تطلبه وده كهوري مادي لبضة وده مدو حتى جيسة تولو تكون نور لنا يبان شغان تكلم حتى جيسة تولو تكون نور لنا يروح شغان واحد ربتين تكلوا قاتو وح على مدة تكون كل قرتين ملا وضة ضعت ترى قاعد ليه قف بكهوري مادي هل سؤال بدو يدين كرتاه سؤال شو يدين لهم حتى سؤال شو يدين يا دو حتى هاي تن راعي لو تروتي مو يدين له يا سؤال كل ما يدين سين دم يدين وحقول لهم قران ساي and يجا ده كبنت شيء كي كرنت شيء بخل أوري يام بيه ده واحد علمت كل قرط مرها مرها ميا سؤال شو سدوا دايس هانو قرن وين نبدل تو دويني أو قهرين تو ولا لبرم مش كمطية ما ذكر بحد فيش كبد حبنا نستر تيف ما قرن مقعد قبله وان كده ولا عاد ما صرت ما قعد قبل سكري عبس عن شو كورن ولا عاد شو قعد بس حسين بدقت هاي بدقت هاي سعدي سؤال بكو يديني حلا على حد الشيء سعد إن وسع على شيء تبي تلبا ودك هوري مادي لبا ده وطن بدو حد تيجي ستولو تتكون نور لنا بين بشجان بين بشجان بين بشجان تكلم واحد تيجي أي واحد تيجي ستولو تتكون نور لنا يروح شجان واحد ربطين تكل أوجات تولو ده كنت الشيء سعد واحد على مدى تبوك لجرتين ملحة قف بك هوري مادي ما الله كلان تاي هل سؤال بدو يديك تا سؤال شد ويدين لنا حيت هاي هل سؤال قلاي بنا ما قال هذا لو زل لك لو الدنيا ما فكرني كحوكي لا طريقه من قبل حكومة أيوة دلوقتي يوم الكورة من قبل حكومة السنة لا بد من قبل حكومة كله أنا شايف كمان لا وكم قصة دويني أو خرينتي برا مش كادي كم قاعد أقول بلاوي ما قاعد أقول حمد عبد هاي بوم كله هاي برا مش كادي يا كم نشوف جاي والله هذا كده كده والله عطيني ممتاز كلا تكنت سوا إن وقت صعد على شيء معناه سفر بعد كل شيء تبى تلبى وضع كاسور بحال لبى وضع مدوح تيجي ستولو تتكون ولا رنا يروح شيغان تكلم واحد تيجي ستولو تتكون ولا رنا يبين شيغان واحد ربتين تكلوا قاتو واحد ضينا ما لأ ما تكوك اللي قرت على مدى قف بكاري ما دي ما الله كلان سين هل سؤال بدو يدين كرت قفها سؤال شا بدو يدين لين حيت هاي
waxaan weydiin lahaa meeshaan runt kuma runta sheegaya kugu soo dhaweyna walaa lagu horayntii barnaamijka murti iyo maad ka bilaabeen ka baxa darfiishka madaxa banaani startif markana magacaygu bilow walaa magacaygu cabdishaqal axmed aad iyo aad baad mahadsantahay ku dhow wallahi joogay aad iyo aad baan habi baan dareemay su'aal baa ku weydiin xad shaqada socdaashay macnaha waa safartay haba soo taqaaneed daba talaba wada ka soo warbaxay labada wado mid waxay tagaysaa tuulo dadka ku nool dhan ay been sheegaan ta kalena waxay tagaysaa tuulo dadka ku nool dhan ay run sheegaan wax calaamad ku kala garatid male labada wado taad raaci lahayd qofba kaa hor yimaaday ama aad la kulantay hal su'aal baad weydiin kartaa su'aashaad weydiin lahayd maxay tahay su'aashaan weydiin lahaa ku kala garan lahaa meeshan aad ka timid sidee loogu nool yahay kale dhaqankeedoo kale waatay daawadayaal haddii intaasi kaga soo laabana barnaamijka waynu soo wada daawanaynay ood leedihiin dabcan barnaamijku toddobaad walbana saan huba ay su-aalahan idin qaadna toddobaadba toddobaadka ka dambeeya ay ka xiisa badan yihiin walbaanagu idin qaadi jirnay saddex su-aalood su-aalaha haddaab idin soo qabto adiga barseen aalaaba inaan idin ka jawaabo su-aalaha dabcan jawaabooga saxdaan idin siiyo su-aashii u horeysa haddaan idin soo qabto dabcan waxay ahayd waxaa sheegtay saxaabiga ugu horeeya ee ururiya taariikhda hijiriyada dabcan wuxuu ahaa dab dagan baan gartay sad wada daawanayseen wuxuu ahaa cumar bin khadaab su-aashana labaad waxay ahayd dabcan sidee adiga oo xaasli aad xaas kale ku gursan kartaa wadeeda arkayseen bulshadii aanu su-aasha dhexgayno oo qof walba dee maxaan ku dhahay suuga jawaabaya fikirkiisa su-aashana saddexaad u dambaysa dabcan waxay ahayd adiga oo socdaalay ama safar galay ayaa waxaa kaasoo horbaxay laba wado dabeeta labadii wado mid waxay tegaysaa tuulo dadka ku nool oo dhan ay ru sheegayaan dabcan midna waxay tegaysaa tuulo dadka ku nool ay been sheegayaan hal qof baa kaa hor imanaya qofka hal su-aal baad weydiin kartaa eed su-aashaad weydiin lahayd maxay ahayd way wada arkaysaen siday bulshadu lahaayeen oo qof walba dee halkii la haboon weydiinayay dabcan su-aalo labada su-aalba kaftan bay ahaayeen intaas aynu kusoo gabagabeyna barnaamijka si toosa uga daawanayseen star t v barnaamijka aalaaba waxaa halkeedi kala socodsiisa isku soo midabarta anigu fayse cabdilaahiya barnaamijka waxaa qaybi lahaad la ka qaatay la-aantoodna aanay suurto gasheen kamaradaasi waa sahal dhinaca baahinta iyo farsamada waa injineer maxamed yare dhammaan aniga iyo asxaabtii kale igala qayb qaadatay waxaan kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.